إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، نحن نعيش في هذه الأيام المباركات ما تبقى من العشر، عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة التي أقسم الله بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر، هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، والعمل فيها أحب إلى الله من الجهاد في غيرها. هذه أيام كما تقدم معنا في الجمعة السابقة هي أيام فاضلات، العمل فيها أفضل من الجهاد في غيرها، فيما شرحنا في جمعة سابقة، يعني أن سومة الحسنة مرتفعة، ثمن طالع، ثمن ذي الحسنة سوق طالع، فاغتنموا قبل أن تفوت هذه الفرصة يا عباد الله، اغتنموا قبل أن تفوت هذه الفرصة، فإنه لم يبقى لنا منها إلا يومان. هذا الشيء اللي بقى في اليوم هو الجمعة، وبقى لنا السبت والحد ويوم العيد، هو داخل في العشر، ثلاث أيام اللي بقت، هذا الشيء اللي بقى في اليوم، يعني نحن في أواخرها. الشيء اللي يبقى منها يغتنم من الإنسان في المسارعة في الخيرات. يقول ربنا جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ويقول: فاستبقوا الخيرات، ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا، فهذه الحياة مضمار، مضمار للمسابقة في الخيرات. فاحرصوا عباد الله على الصلوات الفرائض، نذكر بما ذكرنا به في الجمعة السابقة، هذا الشيء اللي بقى لنا في هذه الأيام المباركات نغتنموها، راه نحن في نهاية هذه الأيام. فمثلنا كمثل المتسابق الذي لاحت له نهاية السباق، بحال شي متسابق في الدورة الأخرى، أو لا صافي بلغ النهاية، اش خاصو يدير؟ يعطي كل ما عنده، كيخرج كاع اللي مجهدو، لأن مبقى والو، غير تخرج هاد 10 أيام كما سبق معنا، وترجع الأعمال إلى سومتها، ويطيح السوق ثاني، وتولي الحسنة عالية، دابا الحسنة طالعة، أشنو هي الحسنات؟ نبه عليها ونذكر بها، حافظوا رحمكم الله على الصلوات الفرائض في أوقاتها. حافظوا على الصلوات في المساجد في الجماعات، حافظوا على نوافل العبادات وقيام الليل، اجتهدوا في الصيام ما استطعتم، فإن غلبتم فلا تغلبوا على يوم عرفة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وسيوافق يوم غد السبت. يوم عرفة هو يوم الوقوف بعرفة، علاش كيتسموه يوم عرفة؟ حيت هو يوم الوقوف بعرفة، فاش الناس واقفين حنا صايمين، فهو اليوم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحتسب على الله أن أكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إذا اللي تكاسل في الصيام ما يفوتكش نهار السبت.
اجتهدوا عباد الله في ذكر الله، فهذه أيام الذكر، هذه أيام الذكر. قال ربنا جل وعلا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس أيام المعلومات أيام العشر، اجتهاد في ذكر الله، اجتهاد في قراءة القرآن، اجتهاد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، في الخيرات والقربات. هذه العبادات القاصرة، العبادة التي بينك وبين الله، الصلاة، الصيام، ذكر الله، قراءة القرآن، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في يوم الجمعة وليلة الجمعة، كثروا من هادشي. واش ثاني؟ ما يتعلق بالأعمال المتعدية إلى الغير، بر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الخلق، وتنفيس الكربات. كشف على شي واحد هادشي الكربة ديالو، تنفس عليه الكربة ديالو. فكل هذه من الأعمال الصالحات. أنت أن تقضي حاجة أخيك المسلم ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله جل وعلا، فكلها يعني سومتها في أعلى، في أعلى الأثمان وأعلى الأجور. فاجتهدوا فيما بقي رحمكم الله. ومن جملة الأعمال التي ستكون إن شاء الله في هذه العشر أعمال يوم العيد، نذكر بها يوم العيد، كان ذكروا كل مرة بالأعمال خصنا نحصل عليها يوم العيد، ويوم العيد هو من جملة العشر، من جملة عشر ذي الحجة. فلا تنسوا الاغتسال ليوم العيد، فإن ذلك سنة مستحبة. الاغتسال ليوم العيد، نهار العيد إنسان اغتسل، ما يمشيش بحال يعملش نهار العيد بحال أي نهار. يوم العيد دير بحساب إنسان يغتسل ويلبس أجود ما يجد، ويتطيب بأجود ما يجد، ويمشي إلى المصلى، ويكبر في الطريق حتى يصل إلى المصلى، ويكبر في المصلى حتى يخرج الإمام للصلاة ويصلي مع الناس. صلاة العيد حرصوا على هذا الشيء، لأن هذا الشيء كله داخل الأعمال الصالحة التي يحبها الله. ثم شهود الخطبة، يستحب شهود خطبة العيد، حضورها مستحب. ثم بعد ذلك نرجع ونخالف الطريق. من السنة كان إذا كان يوم عيد يخالف الطريق، رجعنا من الطريق نرجع من الطريق. وكان الصحابة إذا التقوا يوم عيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. ثم بعد الرجوع من الصلاة إلى البيوت يشرع ذبح الأضحية تقربا إلى الله جل وعلا، وهي ما سنتحدث عنه في الخطبة الثانية. بارك الله فيكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أجل الأعمال التي يحبها الله والتي يتقرب بها إلى الله في يوم العيد، إراقة الدماء تقربا إلى الله جل وعلا. يقول ربنا سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فأمرنا ربنا جل وعلا أن نتقرب إليه بهذه الذبائح، بالهدي في الحج وبالأضحية. بالنسبة لغير الحج، الحج عنده الهدي وغير الحج عنده الأضحية، وهما مفترقان ماشي بحال بحال. الهدي بوحدو متعلق بالنسك مناسك الحج، والأضحية بوحدها. الهدي واجب على المتمتع والقارن، الأضحية سنة مؤكدة ماشي واجبة، سنة مؤكدة يقدر عليها ما يحرمش نفسه، واللي ما عندوش ما يكلفش على نفسه فوق طاقته. فالأضحية شنو هي الأضحية؟ هي ما يذبح أو ينحر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد وفي واليومين بعده من بهيمة الأنعام. إذا هذيك الذبيحة اللي كان ذبحوها نهار العيد ويومين، لأن أيام الذبح ثلاثة، الإنسان يمكن يذبح نهار العيد، ثاني عيد، ثالث عيد، كلها فيها الذبيحة. لما ذبحش نهار العيد تقدر تذبح ثاني عيد، تقدر تذبح ثالث عيد، ومقبولة يعني أضحية يعني وقتها في الوقت ديالها. يذبح الإنسان فثلاث أيام نهار العيد وثاني عيد وثالث عيد كلهم صالحين للذبيحة ديال الأضحية. فات ثالث عيد يوم آخر أيام تشريق فيه خلاف بين العلماء، فإذا خرج آخر أيام تشريق صافي بتولي غير الحمد ديال الماكلة والسلام. إذا ذبح شي حاجة غير ذبحها غير باش يكون الحمد والسلام. لكن إذا ذبحتي في هذه الأيام ذبح
فهي القربة التي يتقرب بها إلى الله. إذا الغرض من الأضحية فهو ماشي ناكل اللحم. الله تقول لن ينال الله لحمه ولا دمه ولكن يناله التقوى منكم. الغرض من الأضحية هو أن تقربوا الله سبحانه وتعالى ونأكل منها تبعا. الله تعالى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. من السنة نأكل منها، كلوا وادخروا وتصدقوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نأكل منها ونخبئ منها، ندخر منها شوية ونصدقوا منها ونهديوا منها الأحباب. هذا علاش الله تعالى شرع علينا باش نتقربوا ليه. هذه الذبيحة راها عبادة، راه الأضحية ماشي عادة، راه الناس تقاليد، راه الناس عادة، راها عبادة، راه بحال الصلاة. الله اش قال؟ فصلي لربك وانحر. أنا مع الصلاة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي ذبحي، راه الذبيحة راه عبادة، راه ملي كتذبح راه بحال صليتي ركعتين، راه قربة كتقرب بها الله سبحانه وتعالى. ماشي عادة، ردوا الناس غير تقاليد، ردوها واجبة، هي عبادة سنة مؤكدة نفس عليه الله سبحانه، ما يحرمش نفسه واللي ما عندوش ما يكلفش نفسه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذا هي قربة، أول حاجة خصنا نصحو هي تصحيح النية. راه الإنسان ما ناويش يتقرب الله جيب الضحية على الوليدات وعلى المرأة وعلى المجتمع، راه ما عندكش الأجر والو. راه باش تخلص ويكون عندك الأجر خصك تنوي النية ديال التقرب إلى الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تكون نيتك ماشي درتي الخاطر الوليدات ولا درتي الخاطر المرأة ولا درتي الخاطر، تكون نيتك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب أن يتقرب إليه بإراقة الدماء الأضاحي، دماء الأضاحي في ذلك اليوم العظيم يوم النحر، وهو أعظم أيام عند الله سبحانه كما صح بذلك الحديث عن نبينا من حديث عبد الله بن قرط، إن أعظم يوم عند الله يوم النحر، أعظم يوم عند الله سبحانه، لأن عشر أيام هي أفضل أيام، هي أفضل أيام السنة كلها العشر أيام، وأفضلها على الإطلاق يوم النحر، هي كلها فاضلة، لكن أفضلها أفضل هذه الأيام الفاضلة يوم النحر. فالإنسان كيحرم نفسه من الأجر ملي ما كيصححش النية ديالو، جيب الضحية على المرأة باش يسكت المرأة ولا باش يسكت الدراري ولا باش، راه ما خصهاش تكون هذه النية، تكون النية تقرب الله سبحانه وتعالى بإراقة هذيك الأضحية بالتقرب بذبحها. هذا أول حاجة خصنا نعرفها. ثاني حاجة حكمها قلنا هي سنة مؤكدة ماشي واجبة، فالناس كلفوا على أنفسهم، ردوها عادة وواجبوها على أنفسهم، هذا هي سنة مؤكدة. الأمر الثالث أجناسها مما تكون الأضحية، لا تكون إلا من أربعة أمور. الأضحية كتكون من أربعة الحواج، الإبل، الجمال، البقر، الضأن اللي كنقولوا إحنا الغنم والمعز، أربعة الحواج اللي كتكون من الأضحية، ما يمكنش تكون شي حاجة أخرى، جاز ولا لا يجزي. اللي كاين الأضحية وحدة من هذو، البقر، الجمال والبقر والضأن، الضأن هي اللي تنقولوا إحنا الغنم والمعز، لا بد من الأضحية. ثم ما أفضلها في مذهب إمامنا مالك، أفضلها الضأن. علاش؟ قال لك لأن هو الضأن هو ذبيحة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله له إلا الأفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين قرنين، كان يضحي بالضأن. وإبراهيم عليه السلام حين فدى الله إسماعيل فداه، قال تعالى وفديناه بذبح عظيم، والذبح كبش. فمن هنا العلماء اختلفوا فيهم واش الافضل الجمل ولا البقر ولا كذا. الامام مالك تيقول تيخالف اكثر العلماء وتيقول بان الافضل هو الغنم الضأن، ولكن الكبش تنقول الكبش راه معناه هو العظيم من الضأن والذكر من الضأن، اذا فهذا هو الافضل والاكمل. ثم ما سنها؟ شنو هي السن ديالها التي تجزي؟ اما من الضأن بالنسبه للغنم، الغنم على الأقل خصها تكون في عدة ست شهور،
وباش ما بعدتي على 6 شهور مزيان، 6 شهور 8 شهور باش ما قربتي العام احسن، احسنت يكون احسن. قل من 6 شهور ما دايزاش دابا مع الغلا كاين اللي مشات يشري صغير بزاف، انت صغير بزاف راه ما دايش، خاصة على الاقل تكون فات مكمل 6 شهور داخله في 7 شهور. ما عندنا الا شريتي قل راه شريتي الحيمات، شريتي الحيمات بغيتي تاكل الحيمات والسلام، بغيتي أضحية الأجر النسك خاصها تكون على الأقل مكملة 6 شهور. الناس كيسولوا على الغنم ديال اسبانيا، المهم هو الشروط ماشي المهم جنسية تكون مغربية ولا اسبانية، المهم تكون مكملة 6 شهور وماشي العبرة بالحجم، حيت كاينة بعض الفصائل ديال الغنم اللي هي صغيرة ما كتكبرش أصلا، كيبان راه صغير صغير الحجم ديالو صغير، ولكن خصو على الأقل يكون فيه 6 شهور، يمكن يكون فيه 6 شهور تيبان صغير حجمه بحال هكا ما كيتزادش بزاف. فالمهم هو يكون فايت 6 شهور، هذا هو الاهم باش يكون دايز، يكون كمل 6 شهور وداخل في السابع، هذا السن ديالها. بالنسبه للضأن، بالنسبه للمعز راه على الاقل خاصها تكون مكمله العام، ثنية تكون مكمله العام ودخلت في الثاني. هذه ما قدرتش على المعز، راه كنظن كيقول الناس ارخص، يعني يقدر الانسان يدير المعز راه دايز خاصو يكون فايت العام يكون ثنية. الكر تا هو دايز خاصو غير يكون اثنين، البقر تاني البقر هو اللي كمل عامين ودخل في التالت. اللي بغا يذبح العجل ولا العجلة راه خاصها تكون مكملة عامين على الأقل، اللي ذبح سنان الحليب راه كلا الحيمات، ذبح من دابا مكلا شي تسنى نهار العيد كليتي الحيمات. بغيتي تذبح قربة تقرب بها الله سبحانه خصها تكون بنية مكملة العامين ودخلات دخلات في الثالثة طيحات. وبالنسبة للجمال نقولها باب الفائدة، ما عندناش حنا الجمال هنا، ولكن باب الفائدة 5 سنين خصو يكون ثنية تاهو يكمل 5 سنين ودخل في السادس، هذا هو الثنية ديال الجمال كيكون مكمل 5 سنين ودخل في السادس كيطيح سنانه. إذا كلشي خصو يكون ثنية إلا الغنم بوحدو هو اللي يجوز فيه الطعن اللي باقي ما منيش يقل من العام بوحدو الغنم. قال عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الطعن، والمسنة هي الثانية. إذا الأصل أنك ما يتقرب إلى الله هو الثاني ثني، إلا الغنم بوحدو اللي مسني جائز نذبحو سنة الحليب بشرط يكون فيت 6 شهور على الأقل، وباش ما بعدنا على 6 شهور باش ما باش نبقى مزيان. ما هي العيوب المانعة من الإجزاء؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم: المريضة البين مرضها لمريضة، وباين مريضة باين فيها المرض من الشوفة كنقلبوش نتكلفوا هذه باينة. العرجاء بين عرجها، عرجاء باين عرجاء كتخلف الغنم كتمشي وهي عاد جاية معطلة. العورة البين عورها، العورة اللي ماشية لها عين وحدة طافية لها العين إما نازلة ولا طالعة، المهم عين كتشوفها بعين وحدة هي العورة، ومن باب أولى العمية ما كتشوفش كاع بالمرة، هذه العورة مشات لها عين ما دايزهاش، من باب أولى اللي مشاو لها في عينين. الهزيلة العجفاء التي لا تنقي، الهزيلة ضعيفة جلدها على عظمة مرها بحالها راه عظيمة تبارك كبير حتى هي ما دايزهاش، العجفة الهزيلة الضعيفة بزاف. إذا هذه هما الأنواع المريضة، هاد 4 ويقاس عليها ما كان مثلها وشد منها. قلنا حنا العورة إلا ما دايزاش فالعمية من باب أولى، العرجة إلا ما دايزاش الزحافة من باب أولى، هذه العرجة ما دايزاش ليه الزحافة من باب أولى ما دايزاش، يعني زحافة أكثر من العرجة هذه. وما سوى ذلك، ما سوى ذلك من العيوب يكره ولا يمنع الإجزاء. حينا هذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هاد 4 وهذوك الشيء اللي قاسوا عليه العلماء اكثر منها، الشيء الاخر يكره. ولهذا لما حدث البراء بن عازب هذا الحديث، الصحابي براء بن عازب ولي حدث 4 لا تجزي، قال لي واحد تابعي عبيد بن فيروز قال لي اني اكره ان يكون في السن نقص وفي الاذن نقص وفي القرن نقص، قال لي ما كرهته فدعه ولا يحرمه على احد. هي باش ما كانت كامله باش ما مزيانه، غير هو باش نقولوا ما دايزاش خصنا الدليل، دايزه لكن مكروهه، شناهي؟ اللي مارس ليها القرن ديالها ناقصه
ولكن نيزا اللي نقص لها شويه من الوزن ديالها، نيزا اللي نقص لها من الديانه ديالها حتى هي من الدين ديالها حتى هي نيزا، ولكن باش ما كانت كامله باش يبقى احسن. يودني سالمين وقرونها مقادين والدين ديالها كامل والخلقه ديالها كامله، يستثنى فقط الخصي هو اللي دايز وخا ناقص، هو افضل وخا ناقص، النقصان هو زياده. شنو هو الخصي؟ اللي ما عندوش الفولاد ديالو ولا هو ناقص عليه فوله راه افضل. اللي ما عندوش، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين موجوعين، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به موجوع موجوع، يعني الخصيتين ديالو يعني معيدين او مضروبين، قاسوا عليه العلماء الخصيه. علاش؟ قال كانوا كيردون الخصيتين باش كيجسمان، واخا كينقص ولكن كيعاود داكشي كيتعوض باللحم والسمونيه، وكيكون مخصي كيكون عام وكيكون سمين. هذا هو. اذا حنا حيدنا العيوب اللي هي مذكوره في الحديث اللي قلنا، تيبقى الكراهه. اللي مهرس لها القرن خاصهم يكون شي دم يسيل، حيت اذا كان الدم يسيل من القرن راه ولات مريضه. اذا كان ما عندهاش القرون اصلا فرطاس دايز، اللي قلنا نقص لها من الودن ديالها شي حاجه، ولا خليقه ما عندهاش ودن تيسموها السكاء، هذا فين خليقه هكا ما عندها ودنين ناقصه، ولكن دايزه شكرا، لكن دايزه. باختصار العلماء تيقول افضل الاضاحي اعظمها سمنا باش ما كانت سمينه، ان الله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. استثمامها، قال ابن عباس تعظيمها استثمامها، ذلك ومن يعظم شعائر الله باش ما كانت سمينه باش ما مزيان، احسن الجد الانسان يوسع عليه الله ما يحرمش راسه، لكن يصحح النية ديالو. انك انت غادي تشري دابا 10000 درهم عندك عطاك الله ميت وعندك ما عندكش مشكل، راه هذاك القربان كتقرب به الله ما تهواش فيه اذا عندك، ولكن صحح النية ديالك، عندك تولي باغي تبان، عندك تولي باغي حاجة أخرى، مشي ليك الأجر، صحح النية ديالك، تكون نيتك هي التقرب إلى الله، ولا بقيتي تضحي حتى ب 10000 وكثر إلا عطاك الله نية تضحي، راه هذيك كتقرب بها الله، ما قليلاش في حق الله، أي حاجة ما قليلاش في حق الله. قال عمر بن مسعود التابعي، قال لك لا يهدي أحدكم إلى الله ما يستحي أن يهديه لكريمه. ما تهديش الله شي حاجه تحشم تهديها لشي واحد عزيز عليك وعنده قيمه عندك، شي حاجه ما هياش تحشم تعطيها لشي واحد اللي عنده مكانه عندك، عندك تمشي تهديها الله، تيقول لا تهدي الى الله ما تستحي ان تهديه لكريمك، فان الله اكرم الكرماء وان الله افضل من اختير له. فباش ما عطاك الله وقدرتي على جهدك، ولا يمشي على جهدك، ما يمشيش الانسان فوق الطاقه ديالو، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مازال عاود ثاني باش يتكلف ويولي واقع في المعصيه ديال الربا، او لا يولي شاد الدين فوق الطاقه ديالو، الدين راه صعيب، الانسان ما يهزش الدنيا كما قالت شيخ، يخلصها ما يهزهاش، ماشي واجب الضحيه باش نغرق راسي في الديون ونولي ميت. النبي صلى الله عليه وسلم راه كان الا جابوا ليه شي واحد بغى يصلي عليه كيسول واش عليه الدين، الا قالوا إلا قالوا لا كيصلي عليه، إلا قالوا خلى دين تيقول لهم هل ترك وفاء واش خلى منين يرد، إلا قالوا ليه إيه كيصلي عليه، إلا قالوا ليه لا كيقول لهم صلوا على صاحبكم، كيصليش عليه، يبقى سلف سلف سلف, سلف وموت وزيد، تخلي عباد الله، تخلي فلوس عباد الله، ما يجي يصليش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد المرة واحد جابوه، واحد الصحابي مات، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم واش خلى شي حاجة، واش عنده شي دين، قالوا لي عنده دين جوج ديناران، قال لهم واش خلى باش يقضي شي ورد تاريكه ورد باش يخلص الدين، قالوا لي لا، قال لهم صلوا على صاحبكم، صلوا عليه ما نصليش عليها. ويقول ابو قتاده واحد الصحابي يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه، واحد الصحابي قال يا رسول الله غير صلي عليه انا غنخلص عليه الدين ديالو. فقال برئت ذمه الميت، قال نعم فصلى عليه. نظر عاد تكلف هذا السيد، عاد نظر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه. ويتلقى معاه من الغد، ذاك الصحابي تلقى مع الرسول من الغد، فقال ما فعل الديناران، سولوا على الدين واش خلصتي الدين على السيد. قال يا رسول الله انما مات امس. قال يا رسول الله يلا مات البارح، بمعنى يلاه باقي باقي ما خلص. الغد ليه، الصحابي فهم الرسول بانه خصو يخلص. الغد ليه مشى عند الرسول، هو مشى عنده قال يا رسول الله راني خلصت على خلص الدين. ويقول لي الرسول عليه الصلاه والسلام الان
بردت عليه جلده. عاد الطريق استراح الميت. عاد استراح الميت. نبينا عليه الصلاة والسلام سئل عن المجاهد اللي يموت في سبيل الله. وقال له الرسول، قال يا رسول الله سأله سائل، يعني أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر، محتسبا صابرا محتسبا، أن يغفر لي كل شيء؟ يعني إذا مت في سبيل الله واش تغفر لي الذنوب ديالي كلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: من مات أو إذا قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر غفرت كل خطاياك، وكما قال يسمى يتغفر لك وكاع الذنوب ديالك. ثم مشى الرجل ويعود، قال لك كيف قلت؟ عاود رد عليه ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين، إلا الدين. جاء في رواية قال: أخبرني بها جبريل آنفا، مجاهد في سبيل الله كيتغفر له كل شيء إلا الدين، قال لي إلا الدين. إذا في القضية الإنسان ما يغرقش راسه، اللي قال اللي عنده منين يغرق كي باس، اللي باغي يقدر يرد ما يغرقش راسه. راه الدين صعيب، راه الدين صعيب. إذا فهذا هو ما يتعلق من أفضل الأضاحي، أعظمها سمنا وأغلاها ثمنا وأكملها خلقة، مش ما كانت الخلقة ديالها كاملة، ما ناقصناش لا ودن لا قرون لا، وأجملها منظرا، المنظر ديالها. كان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، كبش هو العظيم من الطأن، أقرنين اللي عندهم قرون أحسن من اللي ما عندهمش قرون، أملحين معنى أملحين فيهما سواد وبياض، مع غلبة البياض أملحين فيهم يأكلان في سواد وينظران في سواد ويمشيان في سواد الكحولية، جمال المنظر. شوية تكون يفهموش مفعيني في فهدي، راه معروف هذا النوع عند الناس، راه أفضل من اللي ما فيش هذه صفات الكمال والجمال، مش ما كان جميل وزوين وسمين، مش ما أحسن لأنك تتقرب به الله، ما عندكش راك تتقرب بداك الشيء اللي ربي عالم بك، لأنك هذاك وجهك، يا ربي أنا ضربت بجهدي راك عندي هذا الشيء، هذا وجهي ربي عالمك، ما تكلش فوق طاقتك. إذن هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صالح الأعمال في هذه الأيام المباركات. هذا هو صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس لما يحب ويرضى. حاجة مهمة قبل ما ننسى، اللي ذبح قبل الصلاة وما تصلى الصلاة راها شاد ولحم، الحمص ياكل الحمص، لا يجوز الذبيحة حتى نصلي الصلاة، حتى تصلى صلاة العيد. ويذبح الإمام أو من ينوب عنه، إمام ولي الأمر المسلمين يذبح، ولا من ينوب عنه، يعني خلي شوية الوقت بين مثلا العامل ولا كذا يذبح، ولا ولي الأمر ولا النائب ديالو، ماشي إنسان زربان. نبينا صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد، وفي صحيح مسلم أنه أمر من ذبح قبله أن يعيد. مالكية قال لك إذا ذبحت قبل الإمام عاود بعد أخر، لأنه من شجره بزارة يضره، لاش نستني حتى نهار العيد نديرو الزحام؟ من دابا بداو الطرق، ثم بغيتو اللحم من دابا، بغيتي الأجر وتسنى، تسنى حتى تسنى الصلاة ويذبح الإمام. هذا وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، وسلم جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ويرضاه، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، واحفظني في ولي عهدي وسائر أسرتي. أقول هذا الذي سمعته وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.